n'était pas gentil, mais elle n'était pas russe. Donc, elle m'a dit qu'elle n'a pas de la raison. Je suis Saïd qui est en train de faire des choses. Je suis 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 en train j'ai regardé la vidéo suffisamment de fois, ben je n'arrive pas à dire que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Ou les tout, il a un peu de temps à faire, ou le policier. Avant, j'ai fait le passeport, un peu en sac, ça m'a fait un peu de police, le bob, capitaine. J'ai dit, j'ai trouvé un justificatif à l'estade. Il y a M. Azorfman, il y a eu un rendez-vous, il y a eu un rendez-vous, il y a eu un cadre de service. وصل لي انا قال لي اجي نمشي قلت له ماشي القصبر قال علاش قلت له جيت نصور عفيت من تصوير بدته ما كانش يستنى في الريبونس قال لي روحوا شنو مع تصوير قلت له ما صدقش قال لي بس اجا من هنا خدني على شيرة وقعدت كما تعبت اونتر تو جا كورونا في امريكا قال له سكر ما تعطي حد احد مشيت له قلت له تفضل يستنى بعد ما تعدينيش قال لي لا حيدك كلمة تتعدى عدني قال لي برهلي القصبر كله كامل تصور قربهم في الدرب وما تأخذ من فوق ما تقاس من هنا بني شو تخرج خد القصبة نلقى كان أعوال البلدية غلطوا بركة كبيرة من الجرافيتي ما تنفعش جيش مسكر بلايس ديزاكسي مشيت في الجماعة الميتر حكيت معاه قلت له مين هم الجماعة اللي كانوا لهنا قال لي روح هو عمل لي هكا بيدي شنو هكا عليه هكا قال لي ولد فوضى قلت له مش الفوضى اللي طيحت من عليه ولد فوضى خايبة قال لي انا راني هاك في الشروط معناها يقول لي اعمل اعمل قلت له وينهم هما تو قال لي روح خرجت من القصبة سفرتها الكل ثم الريحة نتاع حتى واحد يبقي لي فطور ولا نبداو الليلة ولا غدوة ان شاء الله بديت قبل في الوقت احسن قلت نشرح لي برديبا انا عمري جاتني سنة وحضرت على مظاهرة في تونس اليوم حضرت على اربع مظاهرات ثم مظاهرة قال لي شوف الاسلاميين هبطونا هبطت نشوف مصورها نلقاها في الأئمة والمؤذنين تاع الدوامة عاملين دي بوكات افيك دي روبوتيكاسيون سوسيال على السكن تاعها ماهمش غاديين على وزير الجديد قال لكم ما استناش وماهمش عالم تاع الدين حطوا لنا وزير سيتي دي روبوتيكاسيون بيرمون سوسيال فجات حتى بركي من السكر تاعها وقفت قدامهم الحاكم لو ديسكور اللي نبروفوكي با الحاكم دونك ما نقلقوهاش ما نمسوهمش هما اللي فاس والحاكم قاعد يبعد عليهم ما قلقوش ريت مظاهرة تاع الساعة ولهم اللي كانوا مع التصوير قدام مسرح الفردي صورت زاد نهبطها فيها غناء ما فيش بنزين ما فيش تقصير سيتي غناء عادي حومة الحماة باك معناها فريمون شيء يعمل كيف ريت المظاهرة نتاع النساء الديمقراطيات وريت حاجة اللي تبعيني زادة اللي جو سي كو سان كايزولي مي انا جو راكونتي تو سكو فوا معناها في ان سونس وان اوتر واحد مشى من واحدة من النساء اللي تعيط في النساء الديمقراطيات قال لها تو في العلمانية في النيكو أما في المودرنيتي ما فهمونيش تقصدوا قلت لي جونتي واحد قدامي الراجل اللي كورديال تري جونتي نزلت له هزته حطيته عملت هكا وتعديت أنا كنت شاريا النساء الديمقراطيات تقول هي هذه هما نساء متفقين أوكي ما ديمقراطيات سيتي فريمون ديسيفون ريت من بعد طلعت في جامايكا قعدت نغزل qu'est-ce qui se passe des rassemblements, des cercles, avec des cercles, avec des cercles, qu'est-ce qui se passe, qui est qui, à l'espoir, c'était vraiment tranquille, cordial, il n'y avait ni violence, il n'y avait pas de choses.
معناها انا اقول لك راني محكور راني جيعان راني ما عنديش كياس من نسكر ودي تقول لك تأثير الحزب الفلاني والأدعس شنو هو لما تجيب جوبل خاطر السياسيين كاع طرحوا السياسية هما رضاو بها وحدة التأشيرات يسيروا الأخرين ودار عليهم كريمون دونك تحسوا عنده إن أميرتور تحسوا عنده أم 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 تحس في روحه إنكومبري كما أنت مش يحكي وحده من فول أنا بباك سبيكي هكا بطريقة هذه ليش كيف الإكستريم ذاك السلوغان دونك المطار نتاع حمايه مانيش نغنوش أو ما حاجتي حسب ما فهمت اليوم حكيت معاهم حاجتهم بوزي كومبري تاع لوغان قالت حاجتي بوزي كومبري تسمعك جونتوندو مش مشكلة من هو مشكلته جيعان هو مشكلته محبور تكون معك تأشير الحزب الآخر شو عملوا الحزب والحزب ياخذ في النتيجة بتاع الثورة بتاع الواد دونك يلون بالبريسيون بتاع الثورة بتاع أحمد سرقت احكي لي عن سرقة القصبة احكي لي عن الوقت اللي استقل وشون دي سوني تتجد الواحد ونو هي كومبري وشيفوا الفيروسيتية اللي دخل بها واحكي لي اللي يتم عباد ما يعرفوهمش جاو وعمل واحد مسلمين عباد ما يعرفوهمش عمل واحد un grand local قاعد دخل فيها ان شاء الله جي اريفا سافونس حتى توا ان grand local à Tunis une association allée en cours de création باش ياخذ لوكال هذاك جي بروندو دي ريبريزونطون من كل جهه ils seront logés nourris il y aura un espace de presse ça sera un espace privé ما لازم حتى واحد انا نقول ما تدخلش c'est un espace privé donc le mendessin ما لازم حتى حد يندس ils parleront à leur nom autour de rôle ou un espace pour la presse nationale et internationale باش يحكيوها pas comme étant une foule mais comme étant des personnes qu'est-ce qu'ils veulent donc ça avance لقينا pratiquement local خلينا وعد فينا on a visité local اليوم mais وين باش توصل الحكايه on sait pas encore on y travaille باش نعطيو الصوت للعباد هذوما حاب يسمعهم حد اللي الشاب ركب عليهم اللي احمد ابراهيم اللي هو حزب العامل والفلاح ميم با طلع عليهم ولا حزب البير والكرافات العباد الكل اللي زادت وخذت التاشيرات كلها اللي ما يعرفوهمش ممشيش ميم با مش يطلع عليهم ما سمعوا الصوت وما خلي توانسا مش لاس با مانيبيولي يعرفوا هذوك مش يحبوا يقول لك تبي مولاك طلب الكيك لا با دي تو شعب معناها هما الثوره اللي قامت لهم عندهم ان سونتيمون دانجوستيس باش شنو تبدل لي انا المعتمد كنروح الاخرى لقى هو بيدو وما فهمتوش ما ريت شيء جو في اجوبه سياسيه مي كيسكو جون لي فيدغ الاجوبه السياسيه انا قلت لك اعطيني الحزاب انا قلت لك ما تضربنيش انا قلت لك اعطيني ما ناكل دونك فوالا هذا غروس المدو في الليل معناها صافي ساعه ونص التالي يبي توجور دي فول في بورقيبه جي بي دي جون دو 16 سامحوني دو 16 17 18 ans لابسين من الكوره يسيحوا يعملوا في الوو نتاع ستاد صورتهم مشيو يجريو عملوا شوها وفوفع وحبوا يخلوا حانوت ونحبي بورقيبه سيتي بيو ريدور لا بيو بروفوكاسيون ما عندهم ما فهمش حتى مسيره وقت بعد مفرقه معناها سيتي جاو يخلعوا في الحانوت ضرب الحاكم بالغاز وجي في ما باتم دو غاز اليوم برجوليه صافي مال معناها من بعيد صافي مال
وشي كي في البلوس مال اللي كيضربوا الغاز تاع كل تجري انا جاي بار باش نطيح ونتعفس بلوسكو كو الغاز. انا ظهرتي من رايي الشخصي ما شوف باش افوار كاسكو سي من رايي الشخصي اللي البوليس هاي يجي فرع حبيب برقيد هاي اعطيني بيتكس اضرب ونحي. حاجه اخرى جوست قبل ما نكمل جري شي افوار حرس وفي المسير تو كان في تالي وقت الامور مهلوكه الى اكسبتي توا ابرومير فيو قال اوكي عطى لي كور دو برانسيب كي تيمواني فيزاج كاشي اللي بري ا مونتري ساكات بروفيسيونيل من تالي ما قال اسمه لقبه باش يحكي صار في تالا عطاه يحكي لي شويه في التليفون كيفاش الحاكم لوح المولوتوف للعباد وعملها بالبيت برشا حكايات اسبيرون ورمون نحاول نتقبل المستير ولا يجي هو اسبيرون ما يدورش في الحياصه مي جو بونس كو سون تيمونياج اللي هو في الواحد بو اتر تري اوتيل ان شاء الله اول ما يحصل على تيمونياج نهبطو. وبالنسبه للفيديو اللي حكيت عليهم اليوم نتاع الائمه ونتاع اللي في الشارع والكل موجود عندي في المصوره مي في الشارج اول ما نلقى كيفاش نابلوديو ان شاء الله. وعليكم السلام، بارك الله فيكم.